نروح بقى لأسئلة الناس عن طرق أداء صلاة العيد من المنزل. الناس بتقول السنة دي هنصلي ازاي؟ لازم نصلي صلاة العيد، لأن صلاة العيد دي يعني يقال ان لها ثواب كبير جدا، واحنا متعودين ان احنا ما بنحسش ان رمضان خلص والعيد جه الا لما يكون عندنا الصلاة، صلاة العيد. السنة دي مسجد السيدة نفيسة بس هو اللي هيتم منه بث خطبة وصلاة عيد الفطر عبر التلفزيون، وكمان هيتم إذاعة تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت. إزاي ممكن بقى أصلي أنا صلاة العيد في البيت، وإزاي أقول التكبيرات، وإزاي أسمع الخطبة؟ يعني يقال إن هو طبعا إن ثواب الصلاة لازم بعد انتهاء الخطبة، يعني في طبعا شوية حاجات كده أكيد غايبة عننا ومحتاجين إن احنا نستفسر عنها. كمان الزكاة، زكاة العيد تخرج امتى؟ معانا دلوقتي دكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك يا رب طيب وبخير. كل سنة ومصر والإنسانية كلها والأمة العربية والإنسانية كلها يا رب في خير، وربنا يرفع عنا وعن يا رب يا دكتور ادعي لنا والنبي يا رب يا رب يرفع عنا هذه الغمة، ربنا يرفع عنا الوباء، واحنا يعني بنتقدم بشكر خاص لكل من يساهم في التعاون من اجل القضاء على هذا الفيروس الخطير، لان ده انقاذ للحياه الانسانيه، وكل انسان يعمل في هذا الاطار. الاديان كلها والقوانين كلها والشرائع كلها والفطر السوية كلها مدندة الآن لهذه الحرب. الدين يحث على أن كل إنسان لديه قدرة أو ذرة من قدرة على أن يدفع هذا المكروب عن نفسه، هذا الفيروس عن نفسه أولا أو عن غيره من الناس، ما عادش فيه بقى أنا والمجتمع أو أنا. يعني حرام يا دكتور أن الواحد يعرض نفسه للإصابة بالمرض، ما ياخدش احتياطات، ده حرام، كأنه منتحر، كأنه بينتحر. وبعدين اللي بيهمل في حق نفسه كأنه بيستهين بأعظم نعمة ربنا ادهاله، الصحة، وهي نعمة الحياة، صح، اللي هي أساس الدين وأساس عمارة الكون وأساس الخلافة في الأرض. ربنا خلق الإنسان أولا وبعدين كلفه. فالإنسان إذا ضاع يبقى ما فيش تكليف، ولا فيه منهج، ولا فيه سنة، ولا فيه كتاب، ولا أي شيء. فلا بد أن تترتب الأولياء الأولويات في مطلوبات الأدياء على أن المحافظة على النفس تأتي في قائمة هذه المصالح، لأن ربنا خلق الإنسان وأودع فيه سره وجعله خليفة له في الأرض علشان يقوم بالمنهج اللي ربنا هينزله عليه. طب لو هو يموت نفسه ولا يموت الناس اللي حواليه، من الذي سيقوم بالمنهج؟ كأنه بيعطل على الله عز وجل نفس بتؤدي منهجه اللي هو عايزه، وبيساعد على قتل الناس اللي المفروض انهم موجودين علشان يعبدوا ربنا ويعمروا الكون. يعني باختصار كده الصحه نعمه والحفاظ عليها هو امر سماوي، نعمه ومطلوب شرعي، المحافظه عليه من اولويات الواجبات اللي ربنا طلبها. سبحان الله، يعني ربنا خلق الانسان وبعدين كلفه بعد ذلك بالتكاليف الشرعيه. طبعا، طيب، لانه لابد من وجوده اولا. هنأدي ازاي صلاة العيد؟ العيد السنة دي عيد مختلف جدا، احنا زعلانين بصراحة، مش هنقدر نخبي على حضرتك، يعني ما رحناش أدينا صلاة التراويح، ودي بتربطنا ارتباط كبير جدا بالشهر الكريم، وكمان عيد الفطر ما فيش صلاة، يعني فالناس تعمل ايه يا فندم؟ الصلاة في البيوت هي صلاة العيد، ما هي سنة، يعني سنة لزيادة الثواب، ولكن ليست من الفرائض اللي يعني إذا ما أدهاش الإنسان يأثم، لا، إذا أدها الإنسان يأخذ عليها ثوابا زائدا، وإذا لم يؤدها يبقى خالف السنة ولا يعني تسريب عليه في هذا الأمر. هي أداء السنة ممكن في البيوت. إزاي يا فندم، إزاي بتؤدى في البيوت؟ تؤدى في البيوت بالهيئة التي نؤديها في المسجد. يعني بيقام أولا هي وقتها، من وقت شروق الشمس، الوقت اللي بتؤدى فيه في المسجد يمكن يؤديها كل بيت وكل إنسان مع أهله، مع أخذ احتياطات التباعد، لحد قبل الظهر بثلث ساعة. هذا هو الوقت الممتد بالنسبة لصلاة العيد، يعني له من أول شروق الشمس إلى ما قبل الظهر بثلث ساعة، له متسع في هذا الوقت. يصليها بنفسه أو يصليها كل إنسان منفرد، أو يصليها مع أهله جماعة، مع اخذ الاحتياطات اللي احنا اهل الذكر بينصوا عليها، وهي التباعد بين الناس في الوقوف وفي الركوع وفي السجود. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال، لان في ناس هتعمل كده، هيفتحوا الراديو او التلفزيون ويصلوا ورا الامام، ده ينفع؟ لا
شوفي هقول لحضرتك حاجه، يعني خلينا في الـ في الـ يعني اصل ده تكلف في الدين ليس له اساس. يعني انا هو المطلوب الجماعه، لا الجماعه ليست مطلوبه في هذا الامر، احنا بنقول السنه هي اداء صلاه العيد. طب الجماعه مهمتها ايه؟ الجماعه دي شعار من الشعائر، من علامه من علامات الدينيه بتؤدى في الوقت اللي بيتاح فيه اداء هذه الشعيره اللي هو التجمع. احنا التجمع على المستوى العام، التجمع على مستوى العمره، على مستوى الحج، على مستوى الطواف، على مستوى المساجد الثلاثه، على مستوى مساجد الدنيا كلها ممنوع شرعا. فانا ما يجيش هنا اتمسك في السنه واقيم هذه الجماعه التصوريه والتي ليس لها اساس. الجماعه من التجمع الحسي وليس من التجمع المعنوي التي يتباعد فيه الناس عن بعضهم. طيب اخراج الزكاه، زكاه عيد الفطر يا فندم، تخرج امتى؟ يعني احنا كنا دايما نعرف انها اي وقت قبل صلاه عيد الفطر. والجهات المستحقه بقى في هذا الفتره يعني الحساسه اللي احنا بنمر بيها. شوفي انا ارى ان جهه الاستحقاق الاعظم في هذا العام هي الجهات التي تقوم على دفع الوباء. والذين اديروا بسبب الفيروس او بسبب الجائحه الموجوده الان من العماله المؤقته والذين يحتاجون الى العون وغير ذلك، انما توزيع الصدقه باسلوب التسول والذين يقفون على رؤوس الشوارع ويوزعوا، هذا اسلوب لم يعد له محل في ظل الفهم الاسلامي الصحيح. احنا عايزين الزكاه دي اموال كثيره جدا جدا يمكن ان تساعد في المحافظه على نفوس الناس والمحافظه على المجتمع، وبالتالي تؤدى هذه الزكوات في الصناديق او في الجهات التي تقوم على مكافحه الوباء. او الاشخاص الذين اديروا من هذا الامر، دول هم اهل الاستحقاق في هذا العام. لانهم من المساكين، والمسكين هو الذي لا يجد ما يدفع به عله المرض او ما يجد ما يتقوت به لمقاومه المرض او للتحوط من المرض. فدول هم الجهتين الاولى بالرعايه في هذا العام. وهي جهات الاستحقاق الاولى في هذا العام. طيب يحرص كل انسان ان هو يشوف قناه صحيحه توصل هذا المبلغ حتى ولو كان ضئيلا الى الجهات التي تقوم على مكافحه الوباء او التي تساعد على منعه كشراء المطهرات وغير ذلك. يدفع هذه الاموال الى الجهات التي تقاوم الوباء لتعود على المجتمع ولتعود على الناس. طيب دكتور، ايه الفرق بين زكاه المال وزكاه الفطر؟ زكاة المال بتجب على المال بأنواعه المختلفة وبأنصبة معينة. إنما زكاة الفطر زكاة شخصية. بمعنى إنها سلبها الفطر من كل إنسان صائم تجب عليه هذه الزكاة. وبالتالي فالفقير اللي هو يستحق الزكاة إذا وصل الاستحقاق، إذا وصل الثراء عنده إنه يغتني يوم وليلة، يعني وجد عنده من الكفاية في الطعام والشراب والحاجات يوم وليلة، يجب عليه أن يؤدي الزكاة. فهي ليست مقيدة بالغنى، وإنما هي مقيدة بالصوم. والصائم قد يكون فقيرا لا يملك إلا قوت يومه، فإذا ما زاد القوت عن ما يحتاجه الإنسان في اليوم فإنه يجب عليه أن يؤدي الزكاة عن نفسه وعن من يعولهم من الزوجة ومن الأولاد الذين لا يتكسبون. طيب زكاة الفطر المفروض أن قيمتها كام السنة دي يا فندم؟ والله هي حددت ب 15 جنيه كحد ادنى. لكن من اراد ان يتوسع فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والاحسان ما على المحسنين من سبيل كما يقول الله عز من قائل. الهفوات اللي بتحصل في الصيام، وان بعض الناس بتحس انها ممكن تكون اخطات، فهل يعني لها قبل ما يخلص شهر رمضان الكريم، هل لهم انهم يعملوا حاجه عشان ينقذوا صيامهم في هذا الشهر؟ والله هو الإكثار من الصدقات، ربنا بيقول إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا كان من الممكن لديهم مال ويستطيعون أن يخففوا عن الناس أو يتصدقوا عليهم، ذلك يكون من باب الواسع الذي يمكن أن يعوض من قصر في هذا الشهر التقصير الذي فاته فيه. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية. ومرة أخرى كل سنة وحضرتك طيب، وإن شاء الله مصر كلها بخير يا رب.